ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 14 يونيو حزيران 2022. بالنسبه ليك النهارده يا حوت، ممكن تنخرط في انشطه كتيره تعتبر روحيه جدا بالنسبه ليك، ممكن تجلب ليك كتير من السعاده اللي بتبقى في طريقك، بس لازم انك تحسن نفسك اكتر بشكل عام، لانك ده كله هيساعدك علشان تحقق نجاحك بشكل افضل في حياتك الشخصيه كما انت كنت بتتقدم حتى النهارده. ممكن ده كله يخليك تشعر برضا كبير جدا جدا عن نفسك في اليوم ده، خليك مستمتع جدا بالنجاح اللي هتحققه، لانه هيبقى افضل نجاح انت حققته في حياتك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا حوت، هتستمتع بشوية من الحظ اللي بيبقى في شغلك، هتحاول من خلاله تدي اهتمام اكتر لشغلك علشان تحقق من خلاله نتائج كتيرة تعتبر افضل من اي وقت كانت عليه قبل كده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا حوت، هتحتاج انك تشتغل كويس جدا علشان تعرف تحسن جودة علاقتك مع كل الاشخاص اللي حواليك. هترتب خلافات كتيرة، هتبقى اكتر تفاهم، وهتبقى حتى بتشتغل على العلاقة بشكل افضل من اللي انت كنت متعود عليه. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، هتتمتع بتدفق كبير جدا للفلوس اللي بتبقى ليك، ومع ده هتنفق من خلالها اقل، هتوفر كل قرش ليك النهاردة ممكن انك تكون محتاجه. بالنسبة ليك صحيا، هتحتاج انك تراقب كل الحاجات اللي انت بتاكلها وبتشربها، لانك هتتناول اطعمة كتيرة تعتبر باردة جدا ليك، كل ده بيؤدي لحساسية كبيرة جدا ليك، فهتبقى عرضة ليها بشكل كبير النهاردة يا حوت.